الكرة لم تخرج، يمر الجاسم، ينطلق كيسير، يمر الجاسم، يتوقع الجاسم وعرضية أمام المرمى، العابد يحاول تصيد من معاذ. ويسجل التعادل الأخضر، هدف تعادل بعد كرة رائعة من جهة اللعبة اليمنى، معاذ يسدد والشمراني يستغل ويسجل هدف تعادل للسعودية. 2-2 أصبحت النتيجة الآن. قادرين، نعم نستطيع أن نمر، قادرين. الشمراني اللاعب الذي دخل في شوط المباراة الثاني هذه الكرة، وبرافو عليك تيسير، الله عليك يا تيسير، توغل هنا معاذ، هوب تسيدة، ثم الشمراني يكمل في المرمى، يكمل في المرمى ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب السعودي. 2-2